عيشة. ما تعرف فين تقول مشات دابا. لا سيدريس، أنا بقى فيها الحال كاع. دارك هادي طيب، اعتبروها بحال داركم إلا قبلتوا عليا. حنا التراب ديال رجليك، غير ما بغيتش نبسلو عليك وصافي. عندي بنت عندها 18 عام وولد كيقرا في الجامعة، وفي الأخر بلا حشمة بلا حياة نوض نقول لهم أنا حاملة. عندك تقول لي بغيت حيده؟ كاين واحد جينيكو كيدير لاسبيراسيون، اون بتيت انترفونسيون. تعرفي الا مشات طرات لشي حاجه لهادشي اللي عندك في كرشك ما غاديش نعقل عليك. واش حنا دابا اللي غنقصو انت اللي غتخرج راه حشومه هادشي؟ ايوا راه ما جاتش انا عزري ونبات معكم نتوما غير العيالات في الدار. سامحي لي اختي، انا اللي درت لكم هادشي. ما تخافيش، اللي خلقنا غير رزقنا. طيب يا الهبيله مالو؟ ورا جاب المراه وهاد العماره فيها غير عائلات. واش انا ما عنديش حق يجيو عندي الضياف؟ تيبان لك لا كارتاسيونال لا حالة مدنية لا تورق. أنا سولت على القضية، قالوا لي غادي خصك تدعي باك. ما عرفتش الطيب كون ما كنتش في طريقنا شنو كان غادي يطرى لينا. أودي راه ما عرفتش شكون اللي جا في طريق الآخر. أنا وقيل الله كيبغيني صافتكم ليا تونسوني. طيب يا طيب ودخلتي الكوليجيوم. تي سالي بارك من هاد البسالة. شكون أنت؟ ويلي حفيظة، الجار اللي فوق منه. تقدري تقولي بحال داوي فيا. داوي فيك زعما خطبك؟ بحال داك الشيء. صورتك الله يخلف عليك، خصنا نشوف حالنا. فين حيستها؟ اشرحوا لي دابا شنو هو المشكل. غادي نمشيو بحالنا. فين غادي تمشيو؟ ارض الله واسعه وكبيره. ما فهمتش، انا خرجت الصباح خليتكم بصحه وسلام، مالكم تبدلتوا؟ واش طرا؟ فين هو المشكل؟ دابا ما كاينش مشكل، ولكن خصنا نمشيو قبل ما يولي عندك انت مشكل. شنو المشكل هذا تزاد عليا عاوتاني؟ واش نتوما باغيين تفقصوني؟ باغي تطرطقوا لي المرار؟ نتوما بجوج غنجلسوا هنايا حتى الصباح، هو يقول لك شنو المشكل، انت تقول لي ما كاين مشكل، غنمشيو غنديروا لك المشكل مثل المشكل، وقول شنو هو المشكل ولا غنقول انا؟ صافي حنان، ملي نتفق اختك غادي نمشيو فحالنا. ما غنمشيوش فحالنا اختي، ما غنغطيوش الشمس بالغربه، لا ما غاداش فحالي، انا اللي غادي نقول لك. شوف المشكل وقع ملي جاتنا هاد الكيكه الصقعه. شكون اللي جابت الكيكه؟ هذيك حفيظه نزلت لينا هاد الكيكه الصبعه وبدات كتلكز ليها قلبها بواحد جوج كلمات، قالت ليها باللي راك انت داوي فيها. هذه بقات كتسمم وكتكرد وما عندهاش لاش تكذب عليك. انا غادي نفرح لكم، الله يكمل بخير. والله هذيك عايشه، اش من ميلودا واش من كيكه؟ ما سميتهاش ميلودا، سميتها حفيظه. وحفيظه ولا ميلودا انا عندي بحال بحال، انا الجيران كلهم ما كنعرفهمش، الا وصلت مع شي واحد السلام ما تنفوتهاش. وقالت لك انت كتموت على الكيكه ديالها. وهادي كيكة هادي شو كيكون لها مدقسة زيدة فيها الخميرة من الأول وشاعلة الفران من الفوق قبل الوقت. شنو زعما تكون كدبات علينا؟ باينة فيها من عينيها كدابة. أنا الدخلة الأولى اللي دخلت بانت ليا كدابة، ما تشوف فيها لا محملة شادة في حبل. أنا جاية. فين غادي؟ غادي نمشي نلكز ليها واحد جوج ديال الكلمات ونرد ليها كيكتها. واش أنت شغلك في هاد الشيء؟ جلسي الله. إيه ولا شغلي، دوي مع السيد، دوي مع السيد، دوي مع السيد. ديلها ديلها. أوه ماي جاد، نسيت ما نقولش حنان، تقول لحفيظه ثانك يو. شنو؟ تقول لها ثانك يو. علاش؟ ايوا حيت حفيظه هي اللي خلاتني نعرف بان عويشه كتغير عليا. انت يا عويشه انا فرحان فراسك. علاش فرحان؟ زعما شنو؟ حيت بنات العماره كلهم رادين لك البال؟ لا، حيت كاع بنات العماره خلاوني نعرف بان عويشه كتغير عليا. جايه كاين؟ اش كاين؟ هاك اختي امانتك. هذه الكيكه اللي صيفطت للسيد الطيب، شتك مرجعاها ليا؟ هي هذه الكيكه اللي صوبتي سيدك الطيب، سيدك الطيب ما بغاهاش. علاش ما فهمتش؟ علاش ما غايبغيهاش؟ انا غادي نقول لك علاش. اولا ملي كنبغي نصاوبو كيكه ما كنديروش الخماره من الاول، ثانيا ملي كنبغيو نطيبوها ما كنشعلوش الفران من الفوق، ثالثا الكيكه ديالك جات مدقصه وما كتكالش. السيد الطيب غايقول لك عليا انا هاد الهضره زعما؟ ايه قالها وزادك رابعا، قال لك اختي هو ما عمرو عرفك ولا هضر فيك ولا هضر معاه، وهاد المره هذه الله يعطيك الصبر ما بقاش تجي تهضري ليه في مرته ومت ولادو. كيفاش؟ مرته ومت ولادو؟ ايه سطري ليا عليها. أنا خت مرته ومت ولادو. نمرودة. لا ماشي شي ثانكيو عاوتاني داكشي. هاي 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 على الفقيه اللي كنتسناو
وباركت ودخلت الجامع ببوطو ما حشمتيش. اش من فخ علم كدوي؟ كنهضر على هاد خينا اللي جالس حداك اللي جالس كيتفلى علينا كنقول لك الحق ما كنعرف حتى وحده وكيعرف العماره كامله وجالس تتسطى علينا. لا خديجه الحق واقيلا ميلوده لا ما نعرف لها واقيلا سميتها السعديه والسيد هو راه كيعرف كل شيء. حنان الا كنتي كتضحكي هادشي راه ما فيهش الضحك. ما تنضحكش معاك سيده. دخلتني حتى لدارها وراتني الالبوم ديال التصاور وانت جالس كتشربها في الحليب ودير مع راساتك الخطبه ومفوج ليا مع راساتك وكتضحك علينا كيسحب لك حنا بنات الناس شيطات ولا شنو؟ حنان اي دونت لايك ذيس. ما تضحكيش معايا الضحك. ما كنضحكش معاك تنقول لك الحقيقه حنان. راه كيسلم هاتي وقت راه كنضحك معاك. تنقول لك ما كنتفلاوش بهذا الشيء. غندير فيك شي مصيبه نوضي. فختي 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 ما نعرفش الواحد يقجم معاكم شي شويه. نيري زركتيني ديما تنقول راه ما كنضحكوش بكل شيء. نسيتني كاع شنو كنت غادي نقول. خير؟ اوكي. السمسار قال لي واقيلا واحد الطريقه غادي تخرج. الحمد لله. فيها ثلاث البيوت صالون كوزينه وحمام. واش من نيتك؟ انا قلت لك غير بيت وكوزينه. واش انت باغي تسكنني في دار الباشا؟ بيت وكوزينه ما غيقدناش عائشه. ما غيقدناش؟ كنت كنتمنى نقول لك الهضره في شي فرصه احسن من هذه ولكن anyway ليلي عليها. عائشه تقبلي تزوجي بيا. صمتي بوش ليه سلعة. مالكي احنا قابلين. اشنو قلتي عايشة؟ لا لا قلت لك قابلين. شوف انا كحوز لي تدير العقد. حشمت شوية تيرا تخطبتي زعما. صافي دابا شريت مرة أخرى شريت لك الصفرة لالا. ولكن شري بالطالون ماشي بحال. وليت الكيكة غضبانة أختي. عزيزة الطيب. عزيزة. أنت راك جنية أنت. اليوم تموت بالسم. زيدي. والله عرفتي اختي كون خديتي لك حتى شي حاجه كان غادي يفرح ليا قلبي. لا لا انا ما محتاجه والو هاد الساعه. خدي غير انت اللي خصك تخرجي. كي تبقى شويه انت ما عرفتش غندير لي. ويلي اش كديري الهبيله؟ راه عاد الصباط راه بكري قال لك يقول لك عدي الصباط قبل ما يعدك باش ما يدبرنيش. بقيتي ولا مالك؟ شتي اختي كون خليتيني انا خديت هذاك الصباط ديال الطالون كان عجبني مسطيني. هذاك الصباط الطالون ما غتعرفيش تمشي به. علاش ما نعرفش انا نتمشى به؟ على مالو دوك اللي كيتمشاو به حسن مني؟ مالهم هما ملي بغاو يلبسوا المره الاولى دخلوا عليه السكويله باش تعلموا المشيه. شوفي هذا شحال زوين هانتي على من زويناتو. غتلبسيه غادي يجمع لك رجلك يبينها صغيره. انت مالها رجلي صغيره اللي سمعك على رجلي يقول كنلبس 47. شوفي وكيتسيره ومعمرو ما غادي يقدام هاكي. صافي من اللي عاجبك نخليه. اش غنقول لك؟ نمشي نطلق شعري ونجي. اجي انا طلق شعرك على مالك غادي للسينما؟ راك غادي للعجينه والطحين. راه والله لقاو لك صغبه في العجينه يا حتى يسمعوك الهضره اللي ما عمرك ما سمعتي. شتي انا ملي غنتعلم انا الحلوه هادي غادي نبرد بعدا كي نغدي يدي انا الاولى غادي نشبع حلوه تنعرقها مع راساتي عاده غادي نصاوبها باش نبيعها لعباد الله. انت راه ما غيخرج عليك غير داك الكرش. سيري طلعي على اختك. طيب ما عاد فين تعطلت هو. السلام عليكم. طيب فين تعطلتي؟ يس اي نو ام سوري هيد دزت نشوف السمسار والاول بلاتي. الصور ديال دارك الليلة البنات مبروك عليك. مبروك علينا. شنو هو شنو هو شنو هو شنو هو قلتي؟ علاش غادي نمشيو من هنا؟ انا هنا عاجبني علاش غنتحولوا؟
كيف قلت لاختك عيشة، هاد الدار ماشي ديالي، راه كان مخليها لي هذاك الانجليزي اللي كنت خدام معاه، ودابا مسكين توفى وجاو الوراثة بغاو ياخذوها. ايوا نعنو؟ نعنو دابا غادي نمشيو كلنا للدار الجديدة. شكون حنا؟ نتوما وانا. علاش غتمشي معانا؟ حنا تجاوجاو بوك ونكرهو لك وشنو؟ علاش مي؟ نو 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 شي از رايت يا بلاتي. انا ملي مات هو الوليد تي راه الحق حق. لا راه خليها صافي، معليش. سيري شوفي اختك واش وقت. سيري سيري. اوكي غنمشي ولا غنبقاو هنا؟ انا كنتسناك، انا موجود. يلا زيدي سيدي، غنديك عندو راه معلم كبير. صافي عزيزي، الحلوه ديالو راه تدخل غير للطيور الكبار، سمعتيني؟ صافي واخا فيا الخلعه. انتي علاش هاد الخلعه؟ اسمعي هذيك الشويطينه، انتي نقصيها من الهضره، حلي لي هذوك العوينات والودينات وسمعي اش تيقول لك، واللي ما فهمتيهاش سولي عليها الشاف. شكون الشاف؟ السيد اللي غادي يعبيك عندو. انا ما فهمتش يعني دابا، واش هو شاف ولا كيطيب؟ هذاك المعلم الكبير ديال الطياب والحلوه وداك الشيء كنقولوا ليه شاف. دابا انت شاف؟ يس. انا ملي غنتعلم غنولي شافه. ابسولوتلي شاف حنان. لا انا مرة خاصة اقول هي شافه. لا حيت من بعد غادي نشرح لك، انت غير تعلمي وغادي يكون خير ان شاء الله. ولكن عزيزي انا رانا ما قارياش. حنان امك وجدك الله يرحمهم واش كانوا قاريين؟ لا. وفي كانوا مخبيين الشهيوات ديالهم في الدماغ ديالهم. ايوا صافي، تهنتي غتحني العوينات والودينات وسجلي ليا في هذاك الدماغ تاعك. صافي تهنيتي عزيزتي، اختي عيشه غادا تفرح مسكينه ملي اختها غتولي شاف، ضربات علينا تمام. ايوا الله يغلبني ونعوضها. امين يا ربي. يا نو حنان، واحد النهار غادي نسولوك ونقول لك حنان فين غاديه؟ ما غاديش تقولي لي انا غادي نتعلم، غتقولي انا غادي للمحل ديالي. صباح الخير. صباح الخير. كلشي بخير؟ الحمد لله. وجدتي الكوموند ديال رشيده؟ مولا الطوموبيله البيضاء واجده. شوف ما تعطيها الكوموند ديالها على ما عطاتك واحد 200 درهم كنسالها لها من الكوموند اللي فاتت. انا كنقول لك يا اختي تعطيتيها الكوموند وما خلصاتش والله تنقطع عليك من السيمانه. لا 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 انا اصلا زديت لهاد المهمات هادو، ما عندك منين تخافي. الا سولاتك عليا قالت لك فينها هي، قول لها السيمانه ما جاتش المحل ما عرفتهاش فين. علاش؟ وانت شغلك شتي وليتي كداخل في الشاده والفاده. يلا دخل تقضي شغلك. حنان بغيت نسولك واحد القضيه. عاود هادي اش قلتي شنو هي؟ حنان قد القب قد السطل الحرفيه هكا. الشاف حنان راه ضربت عليها تماره. واخا الشاف حنان راه بغيت نقول لك على الكوموند ديال المحاميه، قال لك البنات راه بغاو اللوز. ولا بغاو اللوز؟ البنات راه خليته لهم انا عند ايدار. انت اش جالس كدير هنا؟ راه خليت اللوز عند ايدار. وانا ما في خباري، اش ما قلتوهاش ليا؟ وعلي انا خاصني كلشي نبقى نقولو لك؟ انت اش كدير هنا؟ خاصك من ديتك راسك تعرف باللي راه السلعه كلها اللي كنتقداو كتقداوها من عند ايدار. سير جيبها وعطيهم يخدموا. واخ شحال كاين في لاكاس؟ كاينه واحد 200 درهم. راه عليا. علاش بغيتيها؟ وانت شغلك هوي لو رزقي هذا وسير كتحاسب معايا فيه. قلت لك ها راه 200 درهم، ها راه 200 درهم. ها هو نهار السبت ملي تجي تدي فلوس لاكاس ما تقوليش لي راك ديتي 200 درهم ولا ديتي 300 درهم وتمسحي السما بليكا. المهم عقلي هاي. ها واش هكا وجه الشيطان؟ وري انا مرت حاجه مينا الجبيريه شحال؟ صفر ستة صفر ستة جوج خمسة جوج خمسة جوج صافي صافي هي طلعت لي. الو السلام عليكم الحاجة مينا. ربي يخليك يديرين الدريات كيعيطوا. الله يطول لنا عمرك الحاجة. شوفي راه عيطت لك على داك الكوموند اللي كنتي وصيتيني عليه. ها هي ديال 100 مسمنة ياكي، 100 بغريرة، 100 بطبوطة، 50 رزايزة، جوج كعبة، وجوج ونص ديال غريبة البهلة، وجوج ونص ديال الخلخان. هاي هالحاج. لا لا تقريبا كل شيء موجود، غير هو عيط لك. الله يعطيك الخير الحاجة، تصيفط لي واحد 1000 درهم باش نقدر نكمل لك الكوموند. الله يكبر بك الحاجة، ربي يخليك.
ربي يخليك الا عيطت نجات من طاليان سلمي عليها ونزها ونزها. السلام عليكم. ربي يخليك. سلام سلام. تقات لك مع بناتها غشريباتي تقول لها تسلم على نزها. فين تعرف انت نزها؟ واش ما كاين غير عادي الصواب وصافي. سير تقضي شغلك. الشيف حنان اش بغيت؟ بغيت نقول لك واحد القضيه. قول. بغيت افونس من هاد لا كوموند جديده ديال 50 بغريره و60 بطبوطه و40 بهله. اش تبقالس كتحسب ليا خويا؟ هذه هي التابعه وانا كنقول المحل مالو ما غاديش يزيد لقدام. سير تقول قبل قلبك. قول بغيت افونس لقيتو حتى انا. يا مصيبه باش ما مزيانش تدوي على الفلوس قدام الخدامه ديالك. انت ما عارفش راسك شحال كتقام عليا الشهر. الو عيشة. الو حنان. صباح الخير اختي. كي صبحتي؟ كي دايره هدى؟ لاباس الحمد لله. لقيتيني كنوجد الفطور ديال نادا. اجي نقول لك تمشي للحمام. الحمام دابا؟ والله ما كرهته. نيت نسخن عظيماتي عرفتي. العرس ديال البارح ما سالا ثاني نولين. والله الا رانا مدقدقه. ايوا صافي هانت انا غنمشي نتقدى خضره للدار ونطرقك انا وهدى ونمشيو. صافي حبيبتي. صافي وقت عيق تعي خليني نعطي الخت كويز الحليب قبل ما سلت عليا راك عارفاها. يلا واش دير راسك انا جاي. يلا بالسلامه. السلام عليكم اختي. السلام عليكم. ارى لي حتى ديك القفه ديال القضيه. اخ سلام. الصباح وانا كنقلب على السميه صافي لقيتها. شنو اللي لقيتي؟ غيتا للتعمير. شنو هي غيتا للتعمير؟ سميت شركه جديده واول اقامه غادي نبني غادي تكون في سميتك. لا 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 خطاك عليا. تستاهلي اكثر. وا فوقاش عوان؟ شنو لا ريسيبسيون؟ صافي الخير ديال هذا الشهر غادي يكمل الكونطابل شي ورق. مبروك عليك. غتعطيني عام ولا عامين غادي نبني اكبر مجمع سكني غادي نخلي لهم سميت دريس الصايري متورخه. ما نخافش عليك. ايوا وانتي؟ مالي انا؟ شحال دابا حنا ساكنين هنا في هذه الفيلا هذه؟ شنو بغيتي تنسينا الزرده ولا شنو؟ ما غاديش تدخلي لنا الفرحه. شفتك غير سكنتي وسكتي. لا ما تنسيتش. شوف غنديرهم بجوج في اخر الشهر ديال الشركه الجديده ودخلوا مع الفيلا. ايوا لالا وفين نديرهم؟ هنا في دارنا. نديرهم هنا؟ اه. كيطيحوا عليك شي افكار. انا ما طاحتش عليا. ما نديرو هنا مزيانه. ما كرهتش غير تنبقى جالس معاك النهار كامل. ولكن ما نقدرش. دير مع الكونطابل كيسايني. ايوا سير الله يعاونك. خليت لك الرار. يا بركة عليك سنتي من القهوة. هانية. لا هي اللي كدير لك الأعصاب. صباح الخير. صباح الخير اختي. يا اختي والله ما فيا. غتاكلي بزمنك عاد تخرجي. ها هو التمر باش محمره هاد الصباح. الحبه السوداء. واخا نشرب جغيمة ديال الحليب صافي. راه هادشي باش كبرتي. كبرت كامل الكمون الصوفي والكرويه والحلبه. شوفي راسك دابا اللي وليتي كتعفري على هادشي بحال تقول ما كتاكليش. اختي واش عارفه راسك كديري لي هاد الحاله كل صباح؟ وكل صباح كتاكلي. واخا اختي غير نشرب جغيمة ديال الحليب عافاك وصافي. يلا. يا اختي. تمارا يلا. صافي راه ناكل. لا كليها قدامي. ها هي اختي. لا 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 كليها. انا ناكلها اختي. كمليها. انا ناكلها. لا كمليها قدامي عاد خرجي. ها صافي. ايوا شفتي. يلا بسلام اختي. زيد حليب. تطل 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 اختي تطل. الله يسهل امرك. الله يفتح عليك ويبعد عليك ولاد الحرام. امين اختي. Good morning, Azizi. Hey,
Good morning, darling. How are you? I'm fine, and you? I'm good. I'm better. فكرتيني. البارح بنت البكية ديال الضوا فوق الطبلة. نورمالمون فيها 20 كومبريمي. وانا عطيتها لك هادي سيمانة. يعني خاصك تكون شربتي 14. شي حاجة ماشي هي هاديك. لا لا كلشي وحدك. أنا لقيتها غير يومين وحسيت براسي مزيان. وخصوصا ملي أختك دارت لي الملح الحية في داري. I feel better. درت لك شنو؟ الملح الحية. I swear it's the best. لا هاد اختي عيشة دايرة لي المنافسة. عزيزي حنا درنا السكانير السيمانة اللي فاتت. أنت فيك سياتيك وماشي الملح الحية اللي غداوي. على حسب الدواء اللي عطيتيني مزيان. غير بعض الحبات راه قداو. عزيزي دوما كنلعبوش معاه. عطيتك تشرب البكية كاملة إذا غادي تكملها كاملة. واخا دكتورة ديري غتبقاي على خاطرك. إلا بغيتي غادي نشرب البكية كلها في دقة واحدة. غير أنا ما عنديش مع الكينات بزاف أبنتي. ماشي مشكلة عزيزي. ياك ما نقلبهم لكي باش. نو واي. صافي تركينات كيعجبوني. عزيزي رايك. ثانك يو. يلا تهلا لي فراسك. أنا خاصني نمشي نخدم. ولا احتاجتيني في شي حاجة عيط لي. اوف كورس. هاف ا نايس داي. ثانك يو. باي. مشي عليك في الطريق أبنتي. اوكي. لاباس عليك صحيحتك لاباس مخبورات هذه رقية اختي مالكي والله اختي حنان الحشمانه منك علاش اختي حشمانه مني ياك لاباس من ديك الكليانه اللي جبت لك كنسحب لك كمان نجيبها عندك يا ودي رقية معلي الشيطان تاتي واش انا غندعي على رشيده دخلت عليك عبد الله قولي لي صافي داك الشيء راه داز راه هاد المره هادي جات باش تاخذ واحد الكوموند وانا نحرش على داك المقصدر ديال جواد قلت ليه ما طلقهاش غير ما مكنات لك 200 درهم راه دات الكوموند ديالها وخلصت وزادت مع الطريق وياه عاد من كترات وعاد من قلات اش كيقول لك رقية اختي كيقول لك الجود من الجدود ماشي من الموجود اش غديري يا حبيبتي الواحد خاصو يسلك هادو هما الناس وهادو هما الكليان وهذا هو البيع والشراء وتهلا لي فراسك سلمي على مولاي الله يخليك حنان اهلا رقية اهلا لاباس عليك سي عز الدين الله يطول عمرك سلام السلام عليكم اسيدي كي داير الوالدة الحمد لله صوف خير وربح لاباس عليها الله يطول عمرك بارك الله فيك عليها بزاف مبلغ صوف صباحك مبروك سي عز الدين بارك الله فيك شكرا تبارك الله وصلاح ما شاء الله تخلت عليك بالله لما قولي لي هاد الفم بلا عار ولد من هو اللي ما عرفتيش هو السالكه اللي كدير الراندا شكون السالكه اللي كدير الراندا هو اللي ديك الغلايضه اويلي انت هذا ولد فيطينه ايه كتكذبي والله العظيم لا هو هذاك تبارك الله وصلى على النبي اختي على مزينته هذه اللي تقول والده العزري ماشي قوت المناطح بلا فايده تبارك الله مزوج لا مازال ما مزوج فاش خدام محلين في بلاصه في اكادير تبارك الله وصلى على النبي ما شاء الله عليه مشيت فيه بالعين الخايبه الخمسه والخمس يا اختي وها انت شوفي لك والده الزينه حنان دابا ضربي الدري بالعين اش غنضربو بالعين انت مالك دايره رقيه بحال هكا كتفكريني غير بنتي مالكم اختي محاميين عليا انا عا كنشوف الزين حب مولانا شوفي يلا يلا شوفي معي واحد كتبين تقولي والله ما نصيب خاصني نمشي دابا نهز بنتي نمشي عند اختي عائشه تابعنا شلا وبلا والي تهلاي في راسك وبيناتنا التليفون شوفي سلمي لي عليها بزاف حتى انت اختي تهلاي لي في راسك وباني في المحل قرقبوا لنا بشي شويه راه غبرتي كوني هانيه دابا ندوز عندك حاجه جي رقيه جي شنو هنا كيجي بزاف مره عليها مع العطال يوم مزيان ملي تلاقيتو اليوم نمشي نقول لمو على سلامة ولدك صافي سيري صوب لي محن صافي سيري عند قولي على سلامة يلا بسلامة اختي حنان سلامة حبيبتي هدى 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 بس ماما جيران سمعوك هم لي اختي الجيران سمعوني فين كنتي انتيا قولي نعم غادا ندخل ندوش علاش غندخلي تدوشي بالسلامه مالك اختي قولي غادا ندخل نتشلبط بالميوهات ونضيع عليك الماء واش ما بغيتيني ندير الكيس في الدوش تصرر كيديروا غير الصابون وكيخرجوا هاتي قلتي يا حبيبتي هذوك راه نصارى كيدوشوا يوميا حنا خاصنا من السيمانه للسيمانه نمشيو نحكوا سيري جمعي حوايجك راه غادي نطرقوا خالتك نمشيو للحمام يلا طقي راسك انا ما غاداش معاكم انا ما ندوزش نص نهار في الحكان ونص نهار الاخر كنتسنى تحيد مني السخفه عرفتي لما مشيتي جمعتي حوايجك دابا غنصل الصباط من رجليا ونعطيك القنه باش تعرفي السخفه ديال البصح يلا سيري جمعي حوايجك ماما الله هذيك راه دايره مع صحباتي نمشي للمول اش غتمرمري في المول اختي عندك فلوس المول ولا بقات في غدا انا جايه من المول انا غدا للمول واللي ما شريت نزه سيري جمعي حوايجك ويلا خلينا نشوف حالتنا الحمام طلقي راسك حسب الخطوات جنبي انا غنجاوب سيري جاوبي جاوبي سيري حسب الخط سيري كتخرج
حاجه في عينك. يلا سير جمعي حوايجك. الو كي داير لبس عليك؟ العفريته كانت واقفه حدايا ما خلاتنيش نهضر داكشي علاش. لا انا توحشتك. واش قالت لك البارح في الليل واش نسول عليك؟ تا تخشيت في الفراش. ويلي ويلي. لا ما فراسيش بصح. صباح الخير يا ماما. صباح الخير بنيتي. مزيان اللي فقتي تمشي معنا للحمام. لا ماما غير سيري كتجينا السخفه في الحمام. السخفه؟ علاش ما قلتيهاش ليا نقولوها لنادا؟ علاش خصك تقوليها لنادا؟ راه كنحس راسي مخنوقه فاش كنمشي للحمام. على الخنقه سهله بنيتي. مالكي قولي لي شنو عندك؟ نقول لك طريقه اخرى. وما كنحملش الحمام ما بغيتش نمشي للحمام ما عنديش معاه وصافي. ايوا قولي هكاك ماشي تبقاي تخلعيني عليك. صافي. فين غاديه؟ بغيت شي حاجه حلوه. ياك ما طاح لك السكر بنتي. واش من سكر ماما انت غتبدا عاوتاني ما غير تشد شي حاجه حلوه. وسيري راه كاينه واحد الطرطه ديال خالتك في الفريجيدير. لا كان ديال التفاح اعتبرها ما بقاتش. صحتك الحبيبه. يعطيك الصحه ماما. نعم. اهلا. وصباح الخير. صباح الخير. موجودين. مرحبا. موجودين. يلا صربي راسك قبل ما يعمر الحمام. فين اسماء اختي ما غاديش معايا الحمام؟ ما بغاتش بنيتي ما كتحملش الحمام. واش شاهد لير ماشي بحالك باغاني شي بزز. انت سوقتي شويه صافتي كره وسوختك الشعريه وانت مازال تتحلي فمك. جيب معاك شويه الصابون اللي بالدير معدنش. واش جبتي معاك الليمون؟ ولي ضروري انت هبله ولا مالك. يلا صربي راسك صربي راسك عف اختي. راني داوي معاك. داخلة فيا وزايدة بالتبعصيص. واد باشا راني داوي معاك. نادا حيت اش وقع لك؟ ويلي علاش جيتو؟ ويلي علاش جينا؟ نخليك بوحدك. ما وقع لي والو اختي علاش جايين؟ ياك ما مهرسة ولا شي حاجة. لا ما عندي والو اختي الله يعطيك الصبر غير سيروا للدار انا جاية. صح ما فيك والو؟ ما فيا والو اختي الله يعطيك الصبر. شكون ضربتي شنو وقع شكون اللي تضرب؟ اختك دخلت فيا وطيحاتني وما قادرة حتى تهبط وتشوف اش واقع. هو انت اللي جيتي قدامها. اش بيني وبينك اخويا نهبط عندك؟ هاي الكونستاتور يجي يدير خدمته ما تفسترش على راسي انا بات هضره الخاويه. اش بيني وبينك دابا ياك حنا ولينا بخوش انا. خويا بلا ما تزيد عينينا في الهضره يجيو البوليس ونتفاهموا. صافي انت يا بلا ما تعصبي. صافي هتعدني هتعدني. سي عيشه دي حنا للدار عافاك وسبقوني راني جايه. صافي صافي على خطر. فين غنمشيو كيفاش على خطر؟ انت ما غتخليها هنا بوحدها وين يا عيشه؟ كيفاش غتقولي لي هاد الهضره زعما شو حنا ما عمرش شفنا العين ما عجبيناهاش ولا؟ شوها حنا غنشوهو بها عيشه. استغفر الله العظيم. ما عجبنيش الحال هادشي اللي دارت. وبهدي انا ما نكذبش عليك راه ما غاديش تتصرط ليا. صافي حنان صافي قالت خدمنا سيروا سيروا قدام عباد الله. صافي صافي ما قالتهاش قدام عباد الله. دارتها قدام عباد الله وديك الجوقه اللي كانت مدوراها. بيني وبينك ما سمعنا حتى واحد. اش من ما سمعنا حتى واحد عايشه على الشيطان راه كتجي منها بزاف. اختك الصغيره هذيك شوفي هذه دارت جميش وكي ولات. سعادتي يلا وسيدي معاها. عجباتك هاد الحاله اللي دارت لينا؟ ها انا كنصيب من بخ الدم ما نكرهش. وزدتي فيه الحمد لله غير لقيناها على خير. ياك عيشه انا اللي زدت فيه اختي انا اللي زدت فيه. ما سمعتيهاش اش قالت؟ جري 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 حنان وسيره جرني انا باليزه. وصافي مسحيها فيا الله يعطيك الستر راه غير الخلعه اللي دارت لها هكاك. انت اللي مدسترها عيشه داكشي علاش ما بقاتش كتحتارمنا. الله يهديك امام الله يهديك. واش تبغى غير معامن؟ سكتي انت يا وزمي ضلقوشك. وجلسي جلسي ترتاحي. ما عندي فين نجلس يلا خنمشيو حبالتنا الحمام قبل ما يعمر يلا. اختي راه ما بقاو ندير كابين الحمام غير سيروا نتوما. واش دابا كتضحكوا عليا ولا كنسري انا اللي دايره فيكم راسي؟ كراني تشللت وراجعه هزيت لي ديك السطوله وتبعيني. وصاحبتي زدتي فيهم انا شنو درت كاع؟ ما تعيطيش ليهم علاش معيطه ليهم انت كاع؟ وشنو بغيتيني ندير؟ شت الناس بداو كيتجوقوا وداك خينا بدا كيغوت ياه وتخلعت عليك انايا. علاش هاد الحاله كامله؟ كسيده صغيره جا الكونستاتور دار الكونستون مريضنا ما عنده باس علاش درتوا لي هاد الفضيحه انا كامله؟
كتمشي للخدمه؟ عيطت ليهم. شوفي ما شفتيني ما شفتك، خليني نطلع نشوف ديك الجعواقات تاعهم. عرفتي مساك كنكون شفتي حالتهم كي كانت قلبهم كان غير يسكت بالخلعه عليك. عرفتي شتو هالي كانوا غيشوهوني كون داشي واحد من لي كوليك وشافهم جايين عندي بداك الحاله وعرفهم خواتاتي. انا مشيت. سيري. شوها حنا اللي حسيت علينا الشوه. سمعتي عيشه اش كتقول؟ حنا اللي ولينا مشوهين بك اختي ولا صافي يا لاله وليتي طبيبه درتي الجلحين. هادو لاله اللي انتيا ما عاجبينكش هما اللي ضربوا عليك القرفي ضربوا عليك تماره في السرويه باش وليتي طبيبه. صافي حنان صافي سيري يلاه اختي تشدي بلاصتك في الحمام. ياك دابا وليتي لي حاليا اللومه كامله وعرفتي اش ديروا من اليوم ما تجيوش لعندي. ما تعرفوني ما نعرفكم ما اختكم ما انتم اخواتاتي زدتي قدامي. حنان حنان علاش الشيطان اختي حنان اختي اغسل الله عايده عليا حنان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العلي العظيم. مش هاد الشيء والله. وزيدي معاها بنت الجدعه الاخرى. حنا ولينا كنحشموا بها ما بقيناش معمرين ليها العين. ها سيري 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 ديها 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 وسيري. ها هادي هضره الدقال لخواتاتها اكبر منها اللي ضربوا عليها الجفاف في السرويه باش نجيبوا لها هي باش تاكل باش تربط تزوز قدام هذاك اللي كيقراو معاها. لا دابا صافي ولات طبيبه. ورا بصح ما شوهتوها انت معايا ولا معاها؟ قال شوهناها مالنا اختي الا كنت انت غنشوه بك الله يقطع لك جدر. هاولي على خديدي هاولي على خديدي ولا صافي دابا ولات الطبيبه ولا تلبس لك على الحوايج الغاليه والسكان ديال الفريع ما بقيناش حنا معمرين ليها العين من اليوم. والله لا باقي قلت لشي واحد يلا معايا الحمام غنبغي الحمام غنمشي ليه بعدي. وتري تحيدي عليا من هنا انت قاعده كتنهدي عليا وتدبري لي في عويناتك. الله وزيد معاها. هاي 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 على عفريتة يلا وصل. سيري شوفي داك الماتيريال واش وصل. طهيرة طيب شوف 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 الحاجة حورية بثلاث ماتيريال ليك الله بلا جوة الصيف. هاي 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 على الكراسة دوري. شوف شوف طبلة فلورال. هاي هاي مزيانة ستي مزيانة. اي والله يزيدها وما قلناش هاي الله يزيدها وليني حنا خصنا نبدلو. اللي ما يبدل الماتريال شهر جوج شهر ثلاثة من تيكون السوق ناعس ماشي دابا لي وقت الخدمة والكوا في العتمينة. زوق تبيع إلا خسرنا الفلوس راه غنربحو الفلوس كثر أولا. حبيبتي الفلوس كيتخسروا بالعقل ماشي غير تنجيو تا اللحوم. ما بناكش اسيدي غير اللحوم الماتيريال القديم ديالنا غنبيعوه لشي تريتور يلاه قال بسم الله. حتى حنا الماتيريال ديالنا راه باقي مزيان والناس راه عاجبهم الحال. انا خفت غير يطلع لهم في الراس الماتيريال ديالنا ويهربوا لنا الكليان. ما تخافش ما غاديش يهربوا. الناس كتقلب على المعقول ماشي على السوق. الله كي جات القهوة زوينة. ايوا صافي غادي نبدلو هاد القهوة دابا. واش نبدلو هي كلفناها؟ ايوا راه هادي حبيبتي اللي كنسميوها الثقة. ملي كنثيقو في شي حاجة ما تنبدلوهاش. واخا وتخيلي إلا كانوا عندك الثقة والمعقول وزيدهم حتى الزواق. لا لا أنا راه عندي بربعة. راه عندي الثقة والمعقول والزواق وعندي لالا عويشة. وراه كلشي على هذيك الأخرى. شوف 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 بدلات تا لباسي ها نتا العفريتة. شي دابا هاد السيده اللي انت مقبله انت حاضيه الناس كيعاودوا عليها راه طيبه ما مزيانش. والصراحه انا واحد السيده كانت خدامه معاها جات قالتها لي وليني الله اعلم ما نديوش الذنوب. هاد الدومين ديالنا راه صعيب ريال واحد ديال الجاوي تيبخر المدينه كامله. عندك الحق صراحه بارك علينا هاد الشيء. شربوا قيمتنا.
حاوله قصبتي عفاك صاحبتي انا غنمشي نستاسيوني وندخل لا كلينيك. ما فهمتش شو ما فهمتيش؟ ما بغيتش نمشي نشوفو انا انصوبلو صافي. وعلاش؟ دابا انا ميدسان انت انفيرميير انت صاحبتي وكنحمق عليك وعلى راسي وعيني وتو سكو تشوفو غير هي الناس داصرين وما كيفهموش هادشي وانا خصني نبقاو لي ليميت بيني وبين الناس عافاك. واخا دكتور فهمت راه ممكن تسهلي على راسك كثر وتقولي انا ما راضياش يشوفوني معاك. دابا علاش هكا؟ انا ما بغيتش نبقاو غير لي ليميت بيني وبين لي زانفيرميير وصافي ما خصهمش يتسرو عليا. سلامة دكتور. على السلامة لاله عايده. الله يسلمك صافا لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. حجال وليدات كلشي بخير والله الا توحشناك لاله عايده. توحشكم الله يبارك. على سلامتك. الله يسلمك يا رب. احمد لي فاليز ديال عايده راه مخصوص. واخا سي عادل عرفتي من قبيلات وانا كنقول شنو ناسيه ياك ما نسيتيش حاجه في المطار؟ لا هاد المره ما نسيت والو. مي فريمون اللي كيقول لك لو موند اي بوتي والله ما كذب. ايماجين شكون اللي كانت جالسه حدايا في الطياره؟ شكون؟ وكنت شكون؟ باراك اوباما. لا هو ترامب. ساره وهابي. ساره وهابي؟ شكون ساره؟ شكون ساره؟ ساره وهابي اللي كانت تا كوبين واحد الوقت. يا سي عزيز دوز ابا احمد دوز. انا تلاقيتي ساره؟ اييه. كانت معاك؟ كانت حدايا سيدي. ايوا بقينا على الهضره 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 والله ما حسيت بالفول. المهم زوجات ولدات. لو طون باس فيت. اكزاكتومون يل باس فيت. واو شلونك تبدل؟ راه انت اللي بنت ليا مع عمرك تبدل زين. ما فيهاش هاد الفيلا جديدة؟ ما ماشي جديدة جديدة صافي أنا ماما باش سكننا ولكن أنا بقات فيا القديمة. واي بون يا اون كغون ديفيرونس مي بون على قد ماما وعمي وهيدو وانا نرجع للقديمه ما كرهتش شويه تخي نوستالجيك وعندي ذكريات تما. يخلي لي سيدي الذكريات الجميله والكبيده للشيشه. مازال دابا ملي كندوز قدامها تنقول ندخل نجلس شويه في الجريده القبيله وانا كنقول غنسولك واحد السؤال وكنقول ماشي وقته. شنو؟ دابا اللي تحت الضلوع من الجهه اليسار خدام ولا والو؟ انا ما كتهضري اجي واش تي سور كباقي طبيب؟ وي بيان سور. الوغ اشنو كاين تحت الضلوع من الجهه اليسار؟ كاينين لي غان. تخي بيان. كوا؟ كاين القلب مالو؟ هذاك القلب اسيدي ما ساكنو حتى شي واحد. الصراحه كريتو جوج المرات ولكن ما صدقوش ليا الكلام. واه عادي الاغاد. جو سي با كي عارفه انا ما بغيتش داك الزواج تراديسيونيل ولا نتزوج باش نستقر تو سي هذيك الهضره اللي كيقول جو شيرش لام سور اللي تسكن هنايا وما تبقاش تخرج. اجي واش خويا رومانسي ما في خبارش ولا شنو؟ رومانسي جدا زيد زيد. مرحبا بك اخيتي. مرحبا بك الجنه اختي. والله ما نكذبش عليك بقى فيا البارح الحال خرجتي من عندي مقلقه بحال هكاك. وانت عجبك اختي الحال اللي دارت فينا نادا؟ انا ما نكذبش عليك جيت غدا نتفرقع تفرقعت على بنتي. وما تديش عليها راك عارفه انها قلبها ابيض راه غير البارح كانت مخلوعه. عارفاها قلبها ابيض ولكن ما كانش عليها دير لينا ديك الحاله كون دارتها بيني وبينك عايشه نصرتها ولكن هي دارتها قدام العادي والبادي بس تقول لك دي دي الحنان وسيري حشومه حنا راه خواتاتها راه حنا اللي ضربنا عليها تمرته ولات وكاك.
وبيني وبينك شتينا حنا كي مشينا. اختي راه جات العيطه على غفله، تمينا غادي نتجاراو حيت حنا مخلوعين عليها وكنا غادي للحمام، وما كوني صحاب لينا لا لا كون قعدت تتزيزنا عاد مشينا عندها. صافي مسحيها فيا صافي. وانا تعرفيني يا عيشه اختي قلبي بيض، نسيتها البارح دوزتها مع شغيمات. وكبي لنا كويس ديال اتاي. اهلا 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 مرحبا، والله الا مزيانه هاد المزيان اللي درتي. حبيبه كي درتي؟ صافا صافا عليك توحشناك توحشناك بزاف. حبيبه حبيبه كنت كنف السفره جبال ماما خليك ليلي. صافا اش اخبارك؟ الحمد لله. كيف شويه؟ صافا ماما صافا. اوف شدوا سلامتك. الله يسلمك عمي، مزيان اللي جيتي توحشناك تونسيني شويه. حتى انا توحشتكم ماما. فين مهدي؟ مازال ناس ولا على باقي ناس؟ كاين شي حد كيناس في هذا الوقت؟ هذاك راه كيتكونيكتا بالليل وكيديكونيكتا بالنهار. ايوا خليها سيدي راه سيلاج، انا غيبدا في المسؤوليات غينسى هادشي كله. فهادي عندك الصح. شتك كتهضر بحال الا مشى عليك الدراهم. لا لا مازال ما مشاش، راه في لاكا عاد يقلع. ايوا شد قما يقلع. ما تبدلتيش، عزيز عليك شدي فيا ياك. حنان وبزاف هادشي التقلق هاد البارح، مالك؟ هادي ما شفتك دغيا كيطير لك، اشنو كاين؟ واختي الساعات ولا مالك اختي مالك؟ وكيسالوني الخدامه الفلوس، هو دا المدرسه ديالو مازال ما خلصتهاش، والبنكه صيفطوا ليا 3 شهور الطريط ديال انا مازال ما خلصتهاش، واش معانا مشاكل؟ الحمد لله ومع ذلك كنضحك. دابا غادي نتقلق ديال بصح، واش انا برانيه عليك ما تقوليش لي هادشي؟ حشومه عليك. مبارك عليكم اختي، نتوما غزيدكم مشاكل، عزيزي الطيب مسكين هاز اكثر من اللحم الله يخليه لي. سكتي يا لبيله، حنا راه عائله واحده، ما تقوليش هاد الهضره. صافي في العشيه غادي نرجع عندك ونجيب لك شي براك. لا لا اختي ما تشطنيش راسك، تزيريش راسك. سكتي قالك نزير راسي، سكتي حشمي، ما نبغيش نشوف هاد الدموع. الله يخليك لي عايشه اختي، الله يخليك لي يا حبيبتي. صافي صافي صافي، ما كيجيش معاك البكا، كيجي معاك هاد الضحك. يلا وريني دوك السنينات نشوف. خلي لي الجوهر. انت راه ما كيجي معاك غير الضحكه الهبيله. يلا خوي خوي النات بكيتيني كاع. كولي كولي اختي مسمنات، كولي بصحتك. الله الا جيتي ونستيلي تفطري معايا كتصاوبه. خودي المسمن خودي. بسم الله. بيتا قولي لي بقى ديك جارتك مديرونجياك؟ قولي لي هو مرة ولكن ما كنديش عليها. لا قولي لي، شوفي هاد المرة انت غجبدي معها صداع وتكون صخري اللور، عيطي لي في التليفون عفطة وحدة انا عندك. اللي فيك ما عندك هو، ما نخليش على اختي الدل. ايوا قولي الخطرة طولي شوية ولا غير الويكاند وتهربي؟ لا الخطرة إن شاء الله نبقى معاكم، تقولوا لي غير سيري. صافي راجلك هو اللي استقر هنا في الخطرة. عمي كنهضر على راسي. هو راجلك؟ طلقنا ماما. أش هاد المزح؟ على كاين شي واحد كيطلق بلا ما يشاور؟ وشكون قال لكم أنا كنتمازح معاكم؟ فهمتش؟ أنا شاورت معاك من بغيت نتزوج؟ أنا نطلع بغيت نرتاح شوية. يلا نمشي معك. توت على ماما. خليك خير. ميرسي. يلا. سمعتي شنو قلت؟ نبيل اخويا ما جبتينيش اليوم. اخويا راسي غيتفركع ما نعش. قولي بعدا اش درتي حكم عندك لاباسيون البارح؟ اسكت اصاحبي، ماشي درت لنا واحد لارياكسيون من البنش خلعتني كاع، الحمد لله كان معنا الدكتور البيض. ودابا؟ دابا صافا ميو، راه في لاغيانيماسيون ان شاء الله تقدر تنقز. والحمد لله، واسيت تخاف على راسك، راه اون كنت اللي غتجيبها في راسك. انا نقول لك بونجور مدام جوا. بونجور دكتور، صافا؟ صافا الحمد لله. تيبو؟ الحمد لله، كيف غادي مع الخدمة؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا. سي جونتي لهلا خطيكم، وبون كوراج، نهاركم مبروك. ميرسي بوكو. المهم أنا نخليك، عندي أون أورجونس. تهلا لي في راسك. تهلا في راسك.
دكتور نبيل. وي شكون هاد البنت عاد سلمتي عليها؟ هادي اللي لاطيت دابا هادي نجوى خد الدكتور البيض. دكوغ عمري ما شفتها هنايا. هو غير وجدي راسك حيت تولي ديما تشوفيها هنا راه يمكن تخدم معاها. ابو حتى هي ميتسان؟ لا هي لوغيي ديال واحد المدرسة كبيرة ديال البيزنيس خرجت فرنسا ويلا دخلاتش. ايوا جاب ميتسان بيزنيس. ويلي انا تاتي الله يهديك راه اللي كنا كاملين بيزنيس داك شكون اللي تاتي كتيقي بدوك الشعارات راه ما كاين ربي بشرى. مرحبا بها سيدي حتى حنا بغينا هاد لاكلينيك غير تزيد القدام. قلت لك والو خليني نمشي لخدمتي. من امتى وقع هادشي يا لاله مولاتي؟ هادي دابا واحد 3 mois. ياه 3 mois وكنهضر معاك في التليفون كنسولك على رجلك كتقولي لي لاباس. ايوا ماما راه لاباس شنقول لك؟ راه حنا غير طالقنا ماشي كنتحاربوا. هادي راه التطليقه الثالثه ما يمكنلكمش ترجعوا. واش عارفه هادي ولا ما عارفاهاش؟ عارفه ماما عارفه. ماما حنا راه عطينا راسنا فرصه وجوج وثلاثه وسقطنا في الامتحان. سي لا فينا. ياه واش غديري دابا؟ ما ندير والو نشرب هاد العصير ونطلع لبيتي. باص باص غادي تقتليني بهاد برودية الدم كتهضري معايا بحال ما وقع والو. اش واقع ماما؟ راه ما وقع حتى شي حاجة. علاش عزيز عليك غير دراماتيزي لي شوز؟ راه ما كاين حتى شي حاجة. ماما راه كيف ما كاين زواج كاين طلاق. داكوغ واش غادي نقول لك بنتي؟ الله يهديك. امين. يا قلتي غتمشي تشوف فورنيسور. ايوا راه كنت غادي صح المدرسه ديال اسمي عيطوا ليا ياك لاباس. وشكون عرف؟ ما سولتيهمش؟ سولتهم قالوا لي خاص ضروري تجي وصافي. وصافي مالك كترعد؟ البنت راه في بيتها بخير وعلى خير. شوف المهم تفوتها وتجي فاش ما بغات. خاصك تكون دايره شي مصيبه ولا شي حاجه. مصيبه كاع ويلي بنتنا اسماء ما كتشبعنا حتى هضره مسكينه ديما سد عليها وكتحفظ الله يرضي عليها وما عندهاش كاع الصحابات. كون ما كانش بنت خالتها ما كنشوفو حتى واحد. ما نكذبش عليك برزتني هذاك لابيل. انت اصلا ديما مبرزت ما عقلتيش ملي كانت كتحفظ لاده مسكينه كانت هي سهرانه كتحفظ وانت كتبقى سهران حداها حتى نهار طاح لك الطونسيون وهزيناك مرة بعد السبيطار. لا لا ماشي بحال لاده كانت تعاود ليا ايفريثينغ خايبه وزوينه. هادي راه والو داك السكات ديالها قتلني هنا. لا لا غادي نمشي نتأكد ماشي فين غادي؟ ألو بونجور ما بال سافا؟ الحمد لله الله يخطيك. نو يلا خارجة من لاكلينيك تعرفي نهاري الأول ديال الخدمة ما قلتها عليك البارح الله يهديك. على فين كنتي؟ سيبا طلبي لي شي حاجه على بال ما نوصل عليك وديري بحسابك راه عندي غير ساعه وصافي حتى نجي ونعاود ليك عاد.